Hello guys, I wish that you are doing well. مرحبا جميعا، أتمنى أن تكونوا بخير. فيديو اليوم كما ترون حول عبارة I wish. تقديم النص I wish our country eradicated corruption now. كما تشوفوا هنا عنا العبارة اللي راح تقرأوا عليها عبارة I wish. هنا our country eradicated corruption now بمعنى قضت على الفساد الآن. كما تشوفوا هنا تصريف الفعل في الماضي لأنه فعل منتظم، وعنا time indicator اللي هو تحديد للوقت لزمن الحاضر. هنا تقدروا تقولوا كاين تناقض بين تصريف الفعل وتحديد الوقت اللي هو للمضارع. بس هنا عنا عبارة I wish. كما تعود عنا عبارة I wish والverb conjugated in the past simple tense، كيعود الفعل مصرف في زمن الماضي، معناته هذه جملة راهي تعبر على regret about a present situation. علاه about present situation؟ لأنه عنا time indicator يعبرنا على الحاضر. نعود لكم، هنا عنا عبارة I wish. I wish تعبر على regret. وش معناته regret؟ معناته الحسرة أو الندم على شيء. هنا الفعل وين مصرف؟ هنا عنا subject وهنا عنا الفعل. وين مصرف الفعل؟ مصرف في زمن الماضي. وش نقول لها هذه؟ كيعود عنا الفعل مصرف في زمن الماضي، نقول لها regret about a present situation. علاه present situation؟ لانه عنا هنا الفعل مصرف في الماضي وعنا حاجه تدلنا على الوقت اللي هي الوقت الحالي ولا الحاضر. معناته هنا عنا regret about a present situation we use the past simple tense. كيعود عنا الفعل مصرف في زمن الماضي، وتعود عنا عبارة I wish معناته راهو regret about a present situation. That's why we use the past simple tense. هذه هي. نروحوا الجملة اللي بعدها. هنا الجملة اللي بعدها I wish the government had arrested corrupt officials in the previous years. هنا برك يعني عاودت had. هنا عنا I wish كما شفنا the government subject، نتمنى ولا راني نتحسر على الحكومة كون جات ألقت القبض على الفاسدين في السنوات الماضية. هنا كما تشوفوا عنا in the previous years هذه تعبرنا على الماضي، معناته الجملة هذه راهي في الماضي. وهنا عنا عبارة I wish، هنا I wish وزيد لها الفعل وفي أي زمن؟ في زمن الباست بيرفكت. كيف الباست بيرفكت؟ اللي هو هاد plus the past participle of the verb if it is regular. نحطوا الاي دي لكن منتظم، نحطوا الاي دي لكن غير منتظم، نحطوا له ولا نبدلوه خلا ولا نخليه كيما راه. كاينه قائمه افعال تحفظوها. عندنا هنا I wish وعندنا the government اللي هي subject وعندنا الفعل في زمن الماضي التام. هنا وش نقولوا؟ هنا نقولوا regret about a present situation. لا، هنا عنا past situation، يعود عنا ال past perfect وال I wish وعنا الدلالة على الماضي. هنا دير regret about a past situation ولا تعبر الجملة على regret about past situation اللي هو الندم والحسرة على شيء في الماضي. قلنا في الأول الندم والحسرة على الحاضر نستعمله past simple، والندم والحسرة على الماضي نستعمله زمن الماضي التام اللي هو ال past perfect. إن شاء الله تكون واضحة. هنا نقرأ الجملة تاعنا I wish Algerians would build a strong country in the future. هنا رانا نهضروا على المستقبل، مانشنا نتحسروا، رحنا نتمناو ونعنا رغبة شديدة في شيء ما يصرى في المستقبل. هنا عنا I wish Algerians subject would plus stem الفيرب غير مصرف وباقي جملة. هنا كما تشوفوا راهي desire، نهضروا على مستقبل شيء ما ولا رغبة شديدة في شيء ما لكن في المستقبل. كما تشوفوا استعملنا عبارة I wish قدامها subject قدامها would plus build اللي هو simple conditional. نستعملوا would plus them الفعل غير مصرف وباقي جملة. هذه راهي desire. في الأول قلنا نستعملوا I wish plus the past simple الverb في الباسي باش نعبروا على regret about a present situation، نندموا نتحسروا على حاجة في الحاضر. ونكتبوا I wish plus
the past perfect باش نعبروا على regret about a past situation، راح نندموا نتحصروا على حاجه في الماضي، وهنا راهي desire strong wish ولا strong want، حاجه نرغبوا فيها بزاف بصح في المستقبل. That's why we use the simple conditional would plus stem. هنا time to practice، لازم نطبقوا، نشوفوا كيف نطبقوا عليها الدرس تاعنا. rewrite sentence B so that it means the same as sentence A. خليوني برك نبدل لكم لوننا الكتابة هنا. I regret that teenagers are treated as investment that generate huge profits. عنا I wish، نركزوا على الجملة الثانية هذه، اكتب بي على شاكلة I. وعنا هنا في العبارة الثانية I wish، هنا كما قلنا I wish هذه تعبر عن regret about present situation ولا past situation ولا desire. نبدأ الجملة تاعنا ضمنيا، راح نلقاو دلالات راح تعبرنا عن الجملة هذه. أول حاجة قاعدين تشوفوا فيها هنا I regret that، معناته هذه كاملة أي عوضت بالعبارة I wish، ما قال له تعودها. نروحوا للسبجكت بعدها، عنا teenagers اللي هما المراهقين are treated as investment that generate huge profits. أني قاعدة نندم ونتحصر لأنه المراهقين يستعملوا فيهم كاستثمار باش يجيبوا به من أرباح، أرباح طائلة. عنا I wish بعدها وش نجيبوا teenagers، ونهو الفعل درك الخدمة كاملة على الفعل تاعنا هنا are treated. هنا الفعل تاعنا راهو في البريزنت باسيف، احنا ما يهمناش هذه، يهمنا الفعل تو بي. قلنا كي تعود عندنا regret about present situation واش من تنس نستعملوه، نستعملو الباست سيمبل تنس. كي تعود عندنا regret about a present situation past simple، ونجات هذه في الماضي تولي past perfect، نخدمو في الباست بيرفكت. هنا الفعل تاعنا are treated، كيفاه نصرفوا الفعل to be in the past either were or was، بصح هنا عندنا جمع، وش تدير were treated as investment that generate huge profits. بصح هنا جملة كي تقراها grammatically راهي correct، بصح المينين تاعها شوية I wish teenagers were، ونزيدو not، اني مانيش ني قاعده نتمنى باش يكونوا investments باش يكونوا كشغل استثمارات باش يدخلوا المال، نتمنى العكس. I wish teenagers الار هذيك واش تولي were وتزيد النوت were not treated as investment that generate huge profits، تزيد النوت علاه باش ما يختلش المينين، باش ما يختلش المعنى. كنت تكتب له I wish teenagers were treated as investment that generate huge profits، جمله اي عندها الخدمه تاعها نحويا اي صحيحه، بصح المعنى مختل، لازم تزيد النوت. هنا قلنا الفعل في زمن البريزون تحولوا الى زمن الماضي، لانه هذه راهي regret about present situation we use the past simple tense. هنا في التمرين الثاني give the correct form of the verbs in brackets، معناته صرف الافعال ما بين قوسين. الجمله الاولى خاطئه، الجمله الثانيه نروحوا للجمله اللي في النص اللي هي الجمله بي I wish all countries contribute in the fight against corruption soon. معناته عنا عباره I wish وعنا soon اللي هو دلالة على المستقبل. هنا ماهيش regret about the present وماهيش regret about the past situation، راهي I wish all countries. هنا وش قلنا المستقبل اللي هي desire، وش نديرو would plus the verb، معناته would contribute تساهم في محاربة الفساد قريبا. هنا عنا الدلالة على المستقبل soon، كي يعطيكم عبارات هذو للدلالة على المستقبل soon ولا in the next coming decades ولا coming years ولا tomorrow. المهم هذو العبارات كامل يعبروا عن المستقبل، تستعمل would plus stem. دوك نكتبهم لكم. الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو، لكن حابين مواضيع اخرى عن الموضوع هذا تاع I wish تلقاوه في التعليق المثبت، دوك نحط لكم الروابط. ولكن حابين دروس اخرى اكتبوا لي في التعليقات وما شاركوا الفيديو، وما تنساوش ديروا لي طلاب في الانستغرام والفيسبوك انجليش في صباح 24 ولا في مدونتي www.milkspaceforenglish.com. دمتم في رعايه الله وحفظه، باي.